منظمة العفو الدولية تنتقد الداخلية لاستخدام العنف ضد نشطاء المناخ. المعارضة تناقش الوضع الاقتصادي في البرلمان وإقالة حكومة نهما. حزب الحرية يهدد بتنظيم احتجاج ضد خطاب زيلنسكي أمام البرلمان. البرلمان الأوروبي يوافق على تسهيل لم الشمل للاجئين داخل الاتحاد. ثلث السكان يفضلون الجلوس في المنزل على العمل في جو سيء. النمسا في المرتبة 14 عالمياً في عدد الاختراعات. مرحباً بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. رفضت وزارة الداخلية انتقادات منظمة العفو الدولية بشأن قمع ناشطي المناخ من قبل الشرطة يوم الاثنين. وأشاد وزير الداخلية كارنا بالمسؤولين من ضباط الشرطة على عملهم، حيث تم اتخاذ إجراءات صارمة ضد النشطاء المعارضين لمؤتمر الغاز في فيينا، وتظاهر مساء أمس ما يصل لسبعة آلاف شخص وسط فيينا، وصارت المظاهرة من شتيفنس بلاتس عبر روتنتومشتراس إلى كارلس بلاتس دون أي مواجهات جديدة تذكر. طلبت أحزاب معارضة في البرلمان بسحب الثقة من حكومة المستشار نهما بعد تصاعد الأزمة الاقتصادية بسبب الحرب الأوكرانية. وبدت اللجنة باستجواب وزير العمل والاقتصاد مارتن كوخا حول الوضع الاقتصادي في البلاد وتداعيات الأزمة الراهنة على سوق العمل ومنظومة المساعدات الاجتماعية، وسيتم التصويت على إقالة الحكومة في وقت لاحق اليوم. وكانت قد اتهمت المعارضة الحكومة بضعف الكفاءة وعدم المسؤولية خاصة في فترة كورونا. أعلن رئيس حزب FPÖ اليميني هيربرت كيكل بأنه سوف ينظم احتجاجا أثناء خطاب زيلنسكي المقرر أمام البرلمان النمساوي غدا الخميس. وقال كيكل أن كلمة زيلنسكي في البرلمان تدل على أن الأحزاب الأخرى تخلت عن الحياد الذي تبنته البلاد منذ 1955، وصفا إلقاء الخطاب بأنه أمر متفجر للغاية، وكان من المقرر أن يتم الخطاب قبل عام من الآن، لكن الأمر فشل بسبب معارضة حزب الحرية، ولذلك لجأ رئيس البرلمان لمناورة بروتوكولية وستحدث أمام فعالية برلمانية بدل الجلسة الرسمية. وافقت لجنة الحريات المدنية والشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي على أربعة نصوص لإصلاح سياسة الهجرة. ويسعى مشروع الإصلاح إلى ترسيخ معيار وجود فرد من عائلة طالب اللجوء في دولة عضو، وهو يوسع مفهوم الروابط الأسرية ويقدم معيارا جديدا تكون بموجبه الدولة الأوروبية التي تصدر الوثيقة مسؤولة عن معالجة طلب اللجوء الخاص بحملها. ومن المقرر وضع آلية تضامن مع الدول الأعضاء التي تتعرض للضغط الهجرة، ولا سيما لعملية إنزال مهاجرين بعد عملية الإنقاذ في البحر. أظهرت دراسة أن أكثرية العاملين في النمسا يرغبون بالعمل أربعة أيام في الأسبوع، حيث يريد الأشخاص الأصغر سناً ساعات عمل أكثر مرونة وأقل. وقد أظهرت الدراسة أن 59% من النمساويين لن يقبلوا بالعمل الذي يؤثر على توازن حياتهم، وفيما يتعلق بالتقاعد قال 40% أنهم يرغبون في التقاعد قبل سن 60. ويشجع النقص الحاد في العمالة أصحاب الأعمال على تقديم مزايا خاصة، وذكر ثلثهم بأنهم يفضلون أن يكونوا عاطلين عن العمل على أن يكونوا غير سعداء في عملهم.
احتلت النمسا المرتبة 14 في القائمة الإجمالية لأكثر البلدان نشاطا في براءات الاختراع عالميا. وبحسب وكالة الأنباء النمساوية، قدمت الشركات النمساوية 2388 براءة اختراع إلى المكتب الأوروبي للبراءات العام الماضي، وزادت الطلبات المقدمة بنسبة 3.4% مقارنة بعام 2021. ومن حيث عدد السكان، لا تزال النمسا في المرتبة السابعة أوروبيا مع 266 طلبا لكل مليون نسمة. وقد تم إيداع أكثر من 600 طلب براءة اختراع من قبل شركات من فيينا. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم. كنت معكم أنا ريم أحمد، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.